باغي تدافع على المراه الى عايرها ولا ضربها راجلها في الدار مزيان، وعلاش ما تدافعش على المراه في الزنقه كذلك؟ فين هو القانون اللي غيدافع على المراه المغربيه ملي نقروا عليها البراهش في الزنقه، ملي يبغيو يهضروا معاها صحه، ملي تجروها من الجلابه ولا من الكسوه، ملي تخسروا معاها الهضره، ملي تخطفوا ليها الساك ويجرجروها في الارض، ملي تلقاو ليها حدا المعمل ويديو ليها الجوا الصفر اللي فيه الخلصه، ملي تحرشوا بها في الطوبيسات او في التاكسيات، ملي تشرملوها وتيغتصبوها، ملي تتقدموا مالي الماطر ومالي الطوموبيلات الدريات الصغارات من ابواب اعداديات والثانويات، تتقولوا المراه هي نص المجتمع، اسيدي حميو غا نص المجتمع، وحنا الرجاله نساونا، حيت ملي غتحميو المراه المغربيه داخل البيت وخارج البيت 100% هذيك الساعه حنا الرجاله غنطالبوا بالمساواه مع المراه المغربيه.